ملامح المنتخب المصري، ابتدت ملامح التشكيله الفنيه للمدير الفني فيكتوريا ان هي تبان. قربنا من كاس الامم الافريقيه ودخلنا زي ما احنا بنقول يعني في مصر في مرحله الجد. النهارده انا شايف ان وطبعا الناحيه الثانيه المنتخب الجزائري بيمر بافضل حالاته. الكابتن جمال بالماضي بقاله سنوات مع الفريق، ودلوقتي اللعيبه يعني عارفين فلسفته وعارفين استراتيجيته وطريقه لعبه، حافظين كل حاجه كابتن جمال عايزها منهم. ودي برضو بتدي ادفانتج وبتدي افضليه يعني بعض الافضليه للمنتخب الجزائري، من المدرب بقاله فتره طويله معاهم. النهارده التشكيل بتاع المنتخب المصري يعني في توازن كبير، لكن في نفس الوقت انا بالنسبه لي في تخوف من بعض الامور، ان علي جبر في الدفاع 33 سنه ومن 3 ايام او 4 ايام فقط لعب 90 دقيقه كامله امام المنتخب الزامبي. دي ممكن تعمل لنا يعني مشكله شويه في خط الدروب. دي الحاجات التخوفات اللي عندي، لكن يعني بشكل عام المنتخب المصري بيلعب كره هجوميه، بيهتم بالاستحواذ، بيهتم بالكاونتر بريسنج والضغط العكسي لما بيفقدوا الكوره. عندنا 3 لعيبه مميزين جدا في الهجوم، طبعا صلاح نجم الفريق ومصطفى محمد بيمر بمرحله جيده جدا. تريزيجيه الماتش اللي فات امام زامبيا كان مان اوف ذا ماتش، وكان احسن لعيب في المباراه. فان شاء الله كلنا مستنيين الماتش، وماتش كلنا نستمتع بيه.